أعظم معروف عليك أن محمدا عليه الصلاة والسلام باتباعك له ينجيك الله من النار. أعظم أمر الله يقول لعباده إنه هو جل وعلا يصلي على محمد، اللهم صل، والملائكة يصلون على محمد، اللهم صل. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ارفع راسك بمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. اصطفاك الله من أمته يا أخي، إن أمة وسط وأمة شاهدة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، صلى الله وسلم وبارك عليه. إدمان الصلاة والسلام على خير البريات يزيل الهم ويغفر الذنب. اللهم صل. ومن اللي منا ما يبيها النعمة والمنة؟ المحروم. المحروم، اي والله المحروم، حبيبنا في القبر سنسأل عنه صلى الله عليه وسلم. وتستطيع تقول لك تحت الأرض إذا كنت من أكثر الناس صلاة عليه تقول هو محمد، نبي محمد. إذا سئل الإنسان من نبيك، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت كثير الصلاة والسلام عليه تذكرت. وكما قال الشيخ، حلت لهم من أكثر الصلاة عليه حلت له شفاعته. الشفاعة، أنت عاري حافي والشمس دانية، ثم يشفع محمد بلك أنت يا فلان ابن فلان إلى ظل الرحمن ثم إلى أعالي الجنان. الله أكبر، فضل الله. يا أحبابي، على قدر ما تستطيع، 100 200 1000، وهذا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر المطلق. إلا أنه ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. هذه عشر يا شيخ، أتفتر؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا. هل اشتاقت القلوب إلى لقائه؟ ترى بعضنا ما بعد بكى شوقا إليه. صل على محمد. والله ما بعد بكى شوقا إلى لقاء محمد صلى الله عليه وسلم. حوضه في عرصات يوم القيامة له ميزابان يصبان من أنهار الجنة من الرحيق هناك، ثم الحوض خارج العرصات، خارج الجنة، حتى يشرب من كان في على الصعيد وقد ظمأ ظمآن، فيشرب من يد محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، من حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، أحلى من العسل، أبرد من الثلج، أبيض من اللبن. نآنيته أي الحوض، كيسان يشربون فيها كعدد نجوم السماء كثرة. هنيئا للمتبعين. وترى حب الرسول مهيب هز وطرب، حب الرسول مهوب صلاة والسلام عليه مع ترك الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. حب الرسول اقتفاء واقتداء واتباع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لأن بعضهم يقول أنا بحبه، أحبه بقلبي، وش الحب اللي في قلبك اللي ما انطبق؟ لا ثوبك ثوب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا مظهرك، ولا ذكرك، ولا صلاتك. لذلك الحب المزعوم. الحين واحد من عيالنا لو تقول يا ولد عطني ماء، قال آسف لا تحرجني، وأنا أبوك وصلني للمستشفى، قال والله آسف مشغول. طيب لا تأخر، قال أجي على كيفي، أنا محتاج للي 1000 ريال، قال والله ما نكد على شواكيش ولا شيبان. لا هو حوث بالله لهالدرجة؟ لهالدرجة. ثم قال بس يا أبوي يا أبوي يا أبوي، قلت سم، قال بس والله إني أحبك. وين المحبة؟ حبك برص على ما قال ذاك. وش مبوك؟ وش الحب الأقشر اللي تاليته ما ترجم عمل؟ هذا مثل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بعضهم الآن يقول حب رسول الله، ولكن الحديث اللي ورد من رسول الله لا أصدقه، البخاري غير صحيح، الأمة أجمعت على صحته وعلى قبوله. يقول ما أصدق هذا. إذا ما صدقت السنة، اللي أنزل القرآن وحفظه هو الذي حفظ السنة، لأن الترجمان والمفسر للقرآن المفسر له السنة.